أولادنا دازيهم المشرحة، لو دازيهم المدرسة، يعني حقيقة أنتم كقطاع تربوي ألا يشعركم هذا بالخجل؟ بالمناسبة حاولنا الاتصال بوزارة التربية وأخذ موقف من عندهم، لكنهم لم نستطع تأمين ذلك الاتصال ورفضوا التعليق. نعم نعم سيد ناهض. السلام عليكم ورحمة الله. سيد ناهض، بالبداية، نعم تسمعني؟ ألو. نسمعك تفضل. الموقف لا يجعلني أشعر بالخجل فقط من حالة هذه الطفلة، موقف العائلة كله، موقف البيت والأسرة والأثاث كله يجعلني أشعر بالخجل. هذا ليس المستوى المعيشي اللائق لعائلة عراقية تعيش في عام 2022. وما تراه في البيت تراه في المدرسة وبشكل أسوأ. تفضل. نعم سيد ناهد. طيب يعني نتحدث عن أعداد طلبة تفوق الوصف في المدارس، عن وقت ضائع ومهدور كما قد يرى البعض، مباني متهالكة، ولكن هل من الممكن يعني أن ندرج من المشكلات التي يعاني منها الواقع التربوي أيضا في الموصل، ندرج مسألة العنف التربوي، أم لم تصل المسألة إلى هذا الحد من الخطورة؟ كل المسائل المتعلقة في التربية قد اجتازت الخط الأحمر منذ فترة بعيدة. المنظومة التربوية مضروبة في العراق بشكل كامل وبشكل كأنه قصدي. ما ينفق على التعليم من الموازنة العراقية قليل جدا، أقل من جميع دول المنطقة، أقل من 6%، قياسا بالدول المجاورة هو ربع المبلغ الذي تنفقه إيران مثلا على التعليم. هذا بداية. هناك خلل استراتيجي في عملية التربية في العراق، وهذا الخلل بدأ عام 90 لأسباب الحصار ولأسباب سياسية أيضا، كان هناك عسكرة للتعليم وما إلى ذلك. ماشي، لها علاقة سيد ناظر. لا سيد ناظر، هاي الأمور كلها شي لها علاقة. أنا نتحدث إحنا عن أخلاق مدرس، معلم ما عنده أخلاق من يضرب طفل ويسبب له شلل، هذا شي يسموه، هذا مجرم، هذا مو معلم، مو ده يعلم أجيال. هذا المعلم المجرم الذي قام بالاعتداء على طفل صغير هو ابن هذا المجتمع الذي قام بالاعتداء أيضا على المعلم. هناك خلل كبير. أنا طبعا أتكلم وعلى إذا أنت تبرر كفعل ورد الفعل. لحظة لا، يعني أنت تبرر الأمر كونه فعل ورد فعل؟ أبدا أبدا أبدا، أنا أصف المأساة بكامل مفاصلها. المعلم هو جزء من هذا المجتمع الذي تظهر المأساة في أضعف حلقاته وهي الطفولة. كل مآسي العراق يتحمل الثقل الأكبر فيها الطفل العاجز البريء الذي ينتظر الحماية من المجتمع، وبدل الحماية يتلقى أسوأ أنواع المعاملة. هناك عدد هائل، حوالي 33.2 مليون طفل متسرب من التعليم، وأكثرهم يذهبون للعمل في سن صغيرة أو يتم تجنيدهم في أشياء أخرى مختلفة تصبح ضرر على المجتمع. أنا لا أبرر المعلم، ولكني أحاول يعني تحديد حجم المأساة. مأساة كبيرة يجب أن يلتفت لها المجتمع ككل، وقد أغفلها السياسيون. المنظومة التربوية في العراق لا تعمل لصالح الأطفال، تعمل لصالح السياسيين، وهذا خلل كبير ومستمر وكأنه مقصود. نعم. هذا حادث فردي وهو حادث مؤلم جدا. لا وليس فردي، قبل أيام أيضا كانت هناك معلمة في الموصل أيضا قامت بتعنيف طفلة لأنها والله شنو ملابسة حجاب، عنفتها وتوفت الطفلة، وبالموصل تحديدا تتكرر هاي الحالة أكثر من مرة. هذه المعلمة هي أيضا تتعرض للتعنيف، وهذا نوع الثقافة السائد في المجتمع الآن للأسف. وكما قلت قبل قليل، يتحمل الضرر الأكبر الأطفال كونهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. نعم. ينتظرون منا الحماية ولكنهم لا يستطيعون الحصول عليها في وسط حلقة الخراب هذه المستمرة. أنا أشكر جزيل الشكر التربوي العراقي السيد ناهض الرمضاني، كنت معنا من الموصل عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.